يوم الاثنين والجمعة يتجمع بعض الناس ويذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل جماعي، فهل هذا التصرف صحيح؟ وجهونا، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن هذا العمل الذي ذكره السائل وهو الاجتماع في يوم معين في ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم سواء بصورة فردية أو بصورة جماعية، كل هذا بدعة لا أصل له، وهذا من الغلو والإطراء في حقه صلى الله عليه وسلم الذي يخشى أن يفضي إلى الشرك. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. رواه الشيخان. والمشروع في حقه صلى الله عليه وسلم محبته عليه الصلاة والسلام أكثر من محبة النفس والأهل والوالد والولد والناس أجمعين، وكذلك متابعته صلى الله عليه وسلم وطاعته، وكذلك من حقه صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمرنا الله بالصلاة والسلام عليه، وهذا لا يكون بيوم معين أو بصورة جماعية أو ترتيب خاص، وإنما يصلى عليه ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام بغير تقيد لوقت إلا بدليل شرعي. وكذلك لا يكون ذلك بصفة جماعية صوت جماعي، وإنما كل مسلم يصلي ويسلم عليه بمفرده، إما سرا وإما جهرا، خصوصا عند ذكره صلى الله عليه وسلم وفي المواطن التي شرع الصلاة والسلام عليه فيها، مثل التشهد الأخير من الصلاة، وكذلك في الخطبتين، خطبتي الجمعة والاستسقاء وصلاة خطبتي العيد، هذه المواضع شرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فيها، فالواجب على المسلم أن يتبع الدليل في ذلك، وأن لا يتمشى على العادات والتقاليد التي أحدثها الناس ولا دليل عليها، بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن ذلك إحداث صفة للصلاة والسلام عليه أو لذكره في يوم معين أو اجتماع خاص أو في يوم مولده أو ما أشبه ذلك، كل هذا من البدع المحدثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.